ما يتعلق بمدح الإنسان في وجهه. النصوص التي قرأناها والتي ستأتي فيها ما يدل على جواز المدح في الوجه، وفيها ما يدل على منع المدح في الوجه، وترتيبها كالتالي: أولاً، إذا كان في مدح الشخص إعانة له على الخير وتشجيع لنفسه على البر وعلى الإحسان، فهذا مما هو مرغب فيه ولله الحمد والمن. ولذلك إذا مدح شخص شخصا بهذه النية ولهذا الغرض، فهذا مما هو ممدوح ولله الحمد، مما هو محمود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مدح أبا بكر في وجهه مرات، في وجهه مرات، ومنها قوله حينما قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي، قال: أنت لست منهم، أنت لست منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر إزاره خيلا، ذكر الحديث الوعيد الذي فيه وعيد. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي أحد شقيه، قال: أنت لست منهم. وكذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مرات، منها حديث من أنفق زوجين، الحديث الذي فيه ذكر أبواب الصدقة وأبواب العبادة، فقال في آخر الحديث: وأرجو أن تكون منهم، يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر، إلا سلك فجا آخر. وهذا امتداح لعمر بن الخطاب بحضوره وفي وجهه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح جمع من الصحابة وأثنى عليهم وذكر شيء من تخصصاتهم رضي الله عنهم، هذا الأمر الأول. ولذلك إذا كان في هذا تشجيع له على الخير والمضي في هذا الطريق، فهذا مما هو محمود. النوع الأمر الثاني ما يتعلق بنشر الخير بالثناء على شخص، كأن تثني عليه حتى ينتشر خيره، حتى ينتشر خيره، فتقول: فلان مثلا عالم، فلان طالب علم، فلان ما شاء الله من المنفقين، وأنت تعلم بأن هذا لا يغره ولا يدخل إليه العجب مثلا، فهذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. فتقول مثلا: فلان طالب علم على السنة، فلان عالم متمكن في فن كذا وكذا، فلان متصدق يبني المساجد وكذا، تثني عليه حتى ولو كان بحضوره، لأجل أن يسمع من يحضر حتى ينتشر خير هذا الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ثبت عنه في مواقف أنه أثنى على أشخاص بحضورهم، سواء من باب تشجيعهم حتى يمضوا في الخير، أو تشجيع غيرهم على الارتباط بهم. ومن جملة النماذج التي فاتتني قول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، يحبهم الله ورسوله، فأثنى عليه بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما هو محمود إذا سئلت عن شخص لغرض ما، كغرض زواج مثلا أو غرض تجارة أو شيء، وأنت تعلم ما فيه، فتذكره وتثني عليه، تثني عليه بالصدق، وتثني عليه مثلا بالأمانة، وتثني عليه بشيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على شريكه السائب ابن أبي السائب، أثنى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه. أما المذموم فهو الكذب في المديح، كأن يمدح إنسانا بما ليس فيه. إنسان مشهور بالكذب فيقول له: أنت الصادق مثلا، هذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز. أو مثلا يثني عليه ويضفي عليه ألقاب هو من أبعد الناس عنه، يضفي عليه ألقاب وهو من أبعد الناس عنها. ولذلك هذا
مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. كذلك ما يتعلق بالغلو والإطراء هو المبالغة في المديح، وأن يغلو الإنسان في المديح كأن ينزله منزلة يعني لا يستحقها إلا نبي مثلا، أو ينزله منزلة ليس هو بأهل لها كأن يثني على جاهل مثلا وينزله منزلة العلماء مثلا، أو مثلا ينزله منزلة يعني الرموز مثلا التي لها تأثير في الناس وفي المجتمع، هذا أمر محرم ولا يجوز. كذلك الثناء إذا غلب على الإنسان بأن هذا سيؤثر عليه سلبا إن صح التعبير، ومعنى ذلك بأنه يضعف عن العبادة والطاعة أو يكسل عن هذا أو يعجب بعمله والعياذ بالله ويبدأ يرائي أو يتطلع إلى ثناء الناس، هذا أيضا مما نهى عنه العلماء، ويحملون هذه الأحاديث على مثل هذا، يحملون هذه الأحاديث على مثل هذا. كذلك ما يتعلق يعني المبالغة كأن يكون الشخص متخصص بالمديح، فكلما جلس مجلسا مدح فلان ومدح فلان فيصبح مداح، لأن هناك فرق بين المادح وبين المداح. المادح هو الذي يمدح يعني أحيانا إذا اقتضى الحال، أما المداح فكأنه محترف لهذا الأمر، محترف لهذا الأمر، ولذلك هذا أيضا مما هو مذموم، أن يشتهر عن الإنسان بأنه يمدح وقد يتزيد في المديح ويشوبه بشيء من الغلو والإطراء والتزيد.